شبه أوروبي وأعرف ما يزيد على ساعة من الزمن هي مدة رحلتهم المشتقة نحو مدرسة تهجر. إحنا عندنا طريق بعيدة وكاين الغابة بزاف، إحنا عندنا شي 12 كيلومتر في الطريق، كنمشيو ما كنجيوش بكري، كنتعطلوا بعد مرات كيمشيو مواتنا يقلبوا علينا كيلقاونا باقيين تما حدا المدرسة كيجيبونا. الطريق بعيد علينا، ما كانش عندنا الشانطي، كدوز علينا الشتاء والصيف والشمس والبرد وكلشي كيدوز علينا، خاصنا الشانطي وخاصنا المدرسة. كنمشيو مرة في الشوارع ومرة في الكروسة ومرة كنمشيو على رجلينا. كنديرو وليدات مكدوش يزيد، مكدوش وليدي يمشي، وكنديهم أنا واللي صغار ما ينهزهم والكبار تابعين. إشكالية الطريق وبعد المدرسة عن المتجر الذي يضم أكثر من 60 منزلا عوامل تساهم في الهدر المدرسي وحرمان الأطفال من التعلم. كون كانت مدرسة عندنا كون قريت منها، لكن المدرسة كان بعدنا لي فما وطريق بعيدة وما لما تدانيش واحد ما نقدرش نمشي معاه، كيف ممكن نجي تالي نخافو على بنات نسيب ما كيجي حتى لي وقت في الليل الحال بعيد ما نقدرش نمشي بوحدها ونجي بوحدها. التلاميذ هنا تتضاعف معاناتهم مع الطريق خلال فصل الشتاء، أولياؤهم يعيشون يوميا على إيقاع الخوف على أبنائهم. كنكبسوا بزاف، كنجيو واحد الحالة بعض المرات كتكون الشتاء كتعمر علينا الضايع تحت عليا، كيكونوا الدراري ضاربين واحد المسافة 14 كيلومتر كيدوزو من الطريق وراني منو، عاد كيدخلوا للمدرسة. بمجرد إن شاء الله ما تنتهي إعداد الدراسة التقنية والتتبع ديال التتبع، طبعا الحال الجامعات ستقوم بالبحث عن الوسائل الماليه